أخرى حلق الأحزاب أخرى المشاركة فيها في الحكومة أو ترقص ديال الحكومة أضعفها والتنازع وكذا. أنا نقول لكم واحد القضية، شتيو داك الشيء اللي وقع من الأحزاب الأخرى؟ إلا درتيهم حلوا سينهار بناؤكم في أقل من ربع الزمن الذي انهار فيه بناؤهم. معكم واضح، ثم راكم مختلفين على الاخرين، ثم يا اما المعقول يا اما تقلب على صاحبك ما تلقاه. انا كنشوف بعينيا، كنشوف الشباب طالعين يحسبوا والاخرين كيجمعوا والاخرين كيقوموا بالاعمال، كنشوف المؤتمر فقال خدام حتى واحد خرج، كنشوف الحماس، كنشوف الانشراح، كنشوف التضحية، كنسمع الأخبار ديالكم، حيتاش كيشوفوكم، كيشوفوكم تتحترم المبادئ ديالكم، كيشوفوكم واخا جاتكم المناصب، جاتكم عن طريق الديمقراطية، ماشي لا عن طريق العلاقات العائلية، ولا عن طريق الرشاوة، ولا عن أي طريق آخر. كيشوفوكم القرار ديالكم كتاخذوه بطريقه ديمقراطيه، كيشوفوكم اليوم كان السي سليمان غير وخر لنا المؤتمر قال لك لنا مع 10:30 ولكن ما تجيبوش الناس، عاد باش لقينا معاه وحده نظن لا تجيبوش الناس، الحرص البارح الاخوان كانوا يكتبوا الناس، انا غادي كنا غنكتبوا تمديد للامين العام هي الاولى. نهار الاول سي مصطفى الرمي في العمل العام قال لنا إذا كنا كنختاروا الأمين العام هو الأول فهو الأول، إذا كنا كنختاروا هو الثالث فهو الثاني. حنا ديك الساعات شفنا راس المسلمين، حنا ديك الساعات المعلومات اللي عندنا بقات تخرج جينا الأمين العام هو اللي كنختاروا الأول، جينا البارح للمجلس الوطني لا السي رشيد حسين قال لهم لا كنختاروا المجلس الوطني هو الأول، عاد كنختاروا الأمين العام. قال لك الإخوان قلب رد المجلس الوطني هو الأول، عاد رد الأمين العام هو الأول. هذا هو العدالة، حيث كيشوفوكم الناس هكذا لا يبالون، لا وصلوا لشي حاجة مزيان، ما وصلوش لشي مشكل، أنا ما كنزلكوش كاملين، كنعرف ملي كاين بعض الأشخاص الله يرحم ضعفنا، كاين اللي هما شي شوية ديال البريكولاج، أنا غير نصحكم، واش بغيتي ديروا البريكولاج؟ خرجوا من هذا الحي. سيروا على الموضوع صافي. قولوا لي يا سيدي لا عز علي المناصب داك الشيء الله يرحم ضعفنا راه حتى العز علي انا كنت انا واحد منكم بشر ويني راه هنا في كتبه المرجعيه الحياة اللي تخطب على خطنا الله يهديكم وأتبع نفسه هواها. الهوى كاين، الهوى كاين، ولكن يجب أن يوافق الشرع، والهوى إذا وافق الشرع كان أحلام العسل، وإن إذا لم يوافق الشرع شنو غادي يدير؟ كيف تمشي لهذا الشيء في وجه الله؟ واش تدخلوا للجنة؟ واش تدخلوا للجنة ولا الحكومة؟ قول لي شنو بغيتي؟ إذا بغيتي الجنة زينوا في الطريق. لا بغالكم الله الحكومة تمشي ليها، لا بغالكم الله رئاسة الجماعة تمشي ليها، لا بغالكم الله غير دار الله لكم المعجزات. السي العربي بن القايد، السي العبد الهادي القايد، خرجوا الحزب المعلوم من الرئاسة ومشيت لعندو وناصرتو وقلت له غترجع إن شاء الله الرحمن الرحيم وغتاخذ الرئاسة ديال المراكش، والله ما كان عندي حتى شي علم شنو غادي يوقع، وشاءت قدرة الله أنه جات الانتخابات وخدينا الأغلبية إلا أربع مقاعد وفي الأخر السي العرب القايد رجع معززة الديمقراطية ديمقراطية التي كان يقابلنا إنها مدينة سياحية لا تفلح لكم يا معشر الرجعيين واجدها يا الله صلح عليكم واجعلها لنا هاي الله صلح عليكم. لهذا أنا كنقول لكم ونعاود لكم شدوا في الله، لا غنيكم الله شي حاجة غنوصلوا لها، خليوا عليكم
kaç gün ah geçtiğinde bir kumda çiçeği bir kulak silerim de tutmasın. من التاريخ الذي ننساه وننسى أصحابه. السلام عليكم ورحمة الله.